شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين مالكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. لكل ستات البيوتي اللي بتهمون ريحتهم سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالميكن ساعة البطارية ما إلا شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجادة على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما إلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبداً نشد. متركها تمشي لوحدها، والشي المنيح كمان انه شكل الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهوله. واذا بدنا مرقها تحت التخت او الخزاين او حيالا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكن. واكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجه، يعني بمختصر فيكم ما تعتلوا هم اذا اولادكم وقعوا بسكوي او كورن فليكس او حيالا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس على الزرين بهالطريقة منفض الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سوي برو بلس هي ماشين ما مندبة لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة. والعرض هلأ مع سوي برو بلس في ثلاث هدايا، هالفرشية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهجارولين الثلج يلي بيجوا بشكل مستطيل، وهيك بيصير فينا نحط الثلج بالقنينة أو بتنكة السودا. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لا تحصلوا عليها تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق. 3 لايرز راك الأصلية فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيح ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر تياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاث طوابق فيكم تحصلوا عليه ب 60 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. ما لكم الا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. اجمالا مشكله الوزن لها حل، بس شي مره فكرتوا بمشكله الطول؟ مع سمارت تول رح تزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعه المصنوعه من ماده الرابر فيكم تحطوها بقلب الشوز، وهي كفيلة بأنه زاد لكم طولكم لحدود الخمسة سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع وما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها قطعة الربر يلي بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكم تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكم تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكم تلبسوا حيالا شوز مريحة وتحصلوا على الطول يلي بدكن إياه من سنتيمتر لحدود الخمسة سنتيمتر. ما عليكم إلا تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم بلا ما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. ب 20 دولار فيكم تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم بلا كلفة إضافية وما كنتوا بلبنان. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سجن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط ثلاثة أو أربع مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر، بتقطعه على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد ثلاث أربع مرات وبيجهز كل شيء.
60 سكند طبولة مكفولة لمدة سنتين، وفيكن تحصلوا عليها ب 32 دولار بس. ومش بس هيك، بيجي معها سلات بول هدية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا من برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار وللدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.